كيفاش بازير او اكليل الجبل وجدوا كخيم كيعمل على تحفيز نمو الشعر، كيوقف تساقط الشعر. هذا الكخيم ساهل بسيط من الفوائد ديالو انه كيعمل على تحفيز نمو الشعر. الناس اللي عندهم صلع او في بدايه صلع، النساء اللي عندهم فراغات، هذه الوصفه كتعمل على احياء بصيلات الشعر الميته، يعني البلايص اللي خاويين كتعمرهم للاستعمالات الاولى. الوصفه كتعتبر بديل المينوكسيدين، كدير نفس الخدمه اللي كدير ماده المينوكسيدين، اي كتحيي بصيلات الشعر الميته. يعني في المنطقه الخاويه بعد استعمالك هذه الوصفه بعد مرور ايام قليله غتلقى ان بصيلات الشعر كتنمو ما كانش ديجا. واول شيء غناخذوا كاس من منقوع ازير. وكيفاش نحصلوا على منقوع ازير؟ غناخذوا واحد الكميه ديال 3 عيدان من ازير او اكليل الجبل، وغنخليهم منقوعين ليله كامله في كاس من الماء. بعد ذلك غناخذوا 2 ملعقات كبار من زبده الشيا، وغادي نضيفوا ليها داك الكاس ديال المنقوع اللي نقعنا ديال ازير. غادي نديروها في حمام مائي او حمام مريم حتى يذوبوا ويتجانسوا ويختلطوا فيما بعضهم البعض. ناخذوا الخليط ديالنا وغنزيدوا عليه بعض القطرات او ما يعادل 7 القطرات من ليسونسييل ديال اكليل الجبل او زيت الاساس ديال اكليل الجبل. طريقه استعمال هذا الكريم هو غادي ندهنوه لفروه الراس وكذلك الشعر واحد المساج خفيف لمده ديال 2 حتى 3 دقائق 2 مرات في الاسبوع. فمثلا ديروا 2 خميس او 3 جمعة، خليهم ما بين ساعه حتى 4 ساعات، ونغسلوه بماء دافي وشامبو. ان فوا كيبرد كيرجع على شكل الكريم. بالنسبه للنساء اللي كيخافوا ان ازير يطلع لهم الشيب، بالعكس اذا درتوا الوصفه كما هي راه ما كيطلعش الشيب، كيوقف تساقط الشعر من الاستعمالات الاولى وبالتجربه. زائد ان هذه الوصفه المكونات ديالها هي جد سهله، باقل من 10 درهم تقريبا غطى عليكم واحد الوصفه تطول الشعر، كتملا الفراغات، كتمنع تساقط الشعر، كتحيي بصيلات الشعر الميته، زائد انها مرطبه للشعر لان فيها زبده الشيا. هذه الوصفه صالحه للرجال والنساء على حد سواء، وحتى الاطفال. كدير خلفه جديده للشعر من الاستعمالات الاولى، ما تبقاوش شعركم طايح، يعني ما تبقاوش تلقاو مشكل زي تساقط الشعر في المخده لا في المشطه. وصفه مجربه كما قلت لكم انها من الفوائد ديالها انها كترطب الشعر لانها كتحتوي على زبده الشيا، زائد انها مكونات سهله وازير متوفر في المغرب الحمد لله. كاين فيها زبده الشيا اللي غتلقاوها عند بائعي الاعشاب، ليسونسييل او زيت الاساس ديال ازير كيتباع عند بائعي الاعشاب ولا بارا فارماسي. هذه الوصفه الاخوان والاخوات بغيتكم توصلوها لكل من يعاني من تساقط الشعر، العائلات الاصدقاء ديالكم، من احسن الوصفات